هو يعني ورئيس الحكومة بعدها تعرف. شوية أعيد الخلف، يعني عندما كنا في 2005 وبعض المطبات اللي ذكرها الدكتور غالب في الدستور أو في العملية السياسية، نعم كان هنالك مطبات لإحراج الكتل السياسية في كل دورة وفي كل زمان وفي كل وقت، وتلاحظين أنه دستورنا بحد ذاته هو دستور توافقي، فلهذا وجدوا صعوبة عندما نادى السيد مقتدى الصدر بحكومة الأغلبية، لأنه يقول لك دستورك هو توافقي. فعلا عندما تجين إلى فقرات الدستور تجدين أنه لا يمكن أن نذهب إلى تشكيل حكومة أغلبية ما لم تكن هنالك جهات تتفق. يعني هسه الاتفاق الثلاثي بين الكرد والحلبوسي والصدر ممكن أن يذهب بتشكيل حكومة، لكن هل يا ترى الأخوان الموجودين، طبعا وهذا سعي الكتلة الصدرية إلى استقطاب أو تبعيض في الإطار التنسيقي، فهذا ما يزعل. يعني الأخ السيد نور المالكي هو رجل قاد العراق في مرحلة من الزمن وكان يحظى بدعم من التيار الصدري، اليوم ما الذي ينقص بالسيد المالكي إذا يدعم الكتلة الصدرية في تشكيل حكومة؟ يعني شنو تعتبر تنازلات أو تؤثر على اسمه وعنوانه وحزبه؟ احنا كل ولد العراق وكل احنا جئنا من أجل إتمام عملية سياسية ممكن يجاوبك سيادة النائب من دولة القانون يعني